فريق أنيق أنيق حريف حريف مريق مريق أنزلوا حتى يراقب النظر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجي فهو محيط بكم أينما تكونوا تأتوني مستئيم 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 وحق براتيه براتيه. طول عمرنا من وإحنا صغيرين بنسمع حكايات عن السحر والجن والشعوذة، وعلى قد ما كانت بترعبنا وبتخلينا مش عارفين ننام كانت في الآخر بالنسبة لنا مجرد حكاية. لكن تخيل لو الحكاية قلبت بجد ولقيت قدامك سحر حقيقي بيلقي عليك تعويذة. تخيل كمان إنه مش سحر عادي، ده واحد بيسخر الجن السفلي وبيتعامل مع الشيطان ذات نفسه، والتعويذة اللي بيقولها من أقوى العزائم في التاريخ. طب إيه رأيك لو قلتلك إن ده حصل بالفعل لينا كلنا وشفناه بعينينا، وإنك غالبا وإنت بتتفرج ما تعرفش إن ده حصل لك؟ دي الحلقة الأولى من برنامج اللهو الخفي، وأنا أحمد دياب. النهارده انا جاي احكي لك عن اخطر ساحر في تاريخ مصر، اللي دخل الجن في بيوت المصريين ويمكن العالم العربي كله كمان، السيد الحسيني الفلكي. راجل شكله عادي جدا شبه ابوك او عمك، لكن حياته كانت مليانه اسرار مخيفه ونهايته كمان كانت مرعبه. في الثمانينات والتسعينات كان مشهور بانه راجل روحاني وبتاع فلك وقراءه كف، وكان كتير من الفنانين والمشاهير بيروحوا له، لكن دائما وابدا ما خفي كان اعظم. في سنه 88 المخرج ياسين اسماعيل ياسين ابن الاسطوره اسماعيل ياسين كان عايز يركب موجه افلام الرعب اللي كانت موضه وقتها، وكتب فيلم عدل ينتقم. استاذ ياسين كان عايز الفيلم يكون مختلف عن الباقي ويكون مرعب بجد. طب يعمل ايه؟ قال انا هجيب راجل روحاني حقيقي يعمل مشهد تحضير الارواح مع الفنان عزت العلي، وطبعا راح لاشهر واحد وهو السيد الحسيني الفلكي، وما كانش يعرف قد ايه اللي عمله ده كان كارثي. السيد الحسيني ما كانش فلكي ولا روحاني فعلا، ده كان مجرد تمويه بيخفي بيه هويته الحقيقيه. الراجل ده كانت حياته في البدايه عاديه جدا لحد ما قادته الظروف لواحد اسمه عبد الفتاح الطوخي، والطوخي ده كان داهيه وهنعمل له حلقه لوحده. كان ملقب بخدم الشيطان ووريث ابليس. في الاربعينات انشا معهد اسمه معهد الفتوح الفلكي عشان يعلم فيه الناس السحر، وكان بيجيله صحراء يتعلموا عنده من كل حتة في أفريقيا والوطن العربي. طب المعهد ده مكانه فين ومصيره إيه؟ الحقيقة إحنا ما نعرفش مكانه فين. اللي نعرفه إنه تأمم سنة 61 وأصبح فيما بعد مبنى حكومة، وما بين كل صحراء اللي كانوا بيتعلموا عند الطوخي كان السيد الحسيني هو الطالب المتفوق المفضل عنده. الحسيني وهب نفسه للسحر وكان خادم للجن، وفضل يتعلم إزاي يحضرهم ويتواصل معاهم لحد ما بقى قادر يتحكم فيهم ويسيطر عليهم لدرجة هتصدمك قدام. المهم الحسيني فضل يشتغل على نفسه لحد ما بقى واحد من أكبر السحرة المتخصصين في السحر الأسود. كان بيحضر مؤتمرات عالمية سواء للسحرة أو مؤتمرات بتتكلم عن الظواهر الخارقة، ده إلى جانب شهرته في المجتمع كراجل روحاني وقارئ للكف والفلك. وطبعا أنت دلوقتي عرفت لوحدك أنه كان بيعمل ده بمساعدة مين. نرجع تاني لفيلم عدل ينتقم. الحسيني لما جات له الدعوة أنه يمثل في الفيلم وافق ومترددش، والمخرج قال له أنا جايبك عشان تخلي الموضوع يبان واقعي بدل الممثلين اللي بنجيبهم يقولوا عفركوش وبرتكوش. فالحسيني بكل براءة قال له بس كده بسيطة، وقرر أنه يقول تعويذة حقيقية ومش أي تعويذة، ده قال العزيمة البرهطية، واحدة من أقوى العزائم على الإطلاق، ودي عبارة عن قسم عظيم لا يتخلف عنه ملك ولا يعصيه جان بمجرد ما يسمعه حتى لو كانت أكبر وأقوى عشائر الجن، ويقال إنها بتحتوي على 28 اسم من أسماء الله لكن بلغة الجن، وناس تانية بتقول لا اللي موجود في العزيمة دي أسماء شياطين. لكن أيا كان العزيمة دي لازم تتقال بطريقة صحيحة وبتردد صوت معين، واللي يقدروا يعملوا ده سحرة معدودين في العالم، كان منهم الحسيني اللي قال في المشهد العزيمة كاملة وبالطريقة الصحيحة. فريق فريق أنيق أنيق حريف حريف مريق مريق أنزلوا حتى يراقب النظر بعينه مستعين 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 الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أنزلوا أينما تكونوا. مين اللي موجود معانا؟ محدش في لوكيشن التصوير كان عارف إيه اللي بيقوله الحسيني ده، لكن المخرج كان شايفه بيأدي أفضل مما كان متخيل. لكن بمجرد ما خلص تصوير المشهد المصور انتبهته حالة من الذعر، وقال إنه هو بيصور كان شايف أطياف وناس مش من فريق العمل بيتحركوا قصاد الكاميرا، لكن الجميع فسر ده بإنها مجرد تهيؤات. ونزل الفيلم السينمات وحقق نجاح كبير، وبعدين اتعرض في القنوات، وكل ده ومحدش كان عارف إن اللي اتقال في المشهد كانت طلاسم حقيقية غير من سنين بس قليلة. وفي 2003 تم العثور على الحسيني ميت في مكتبته، وهنا بتبدأ رحلة تانية مخيفة من الغموض. لما عثروا على جثته كانت متعفنة، وده طبيعي لأنه كان ميت بقاله كام يوم، لكن الغريب إن ملامحه كانت ملامح واحد مات من الرعب والخوف، عينه مبرقة وبقه مفتوح وجسمه مخشم،
وكمان لما الطب الشرعي كشف عليه ما لقاش اي سبب واضح ممكن يفسر موته، ولا هبوط في الدوره الدمويه ولا سكته قلبيه ولا اي حاجه. وده اللي برأ مراته اللي اهله اتهموها انها قتلته عشان تسرقه، لان كان بينهم مشاكل كبيره وكانت اصغر منه باكتر من 35 سنه، وده اللي خلى الناس تقول ان الجن هو اللي قتله. بس خليني اقولك ان الموضوع ممكن يكون اكبر من كده. لما تم تفتيش شقته في فيصل كان زي ما هو متوقع، مكان مرعب مليان صور ناس منهم لعيبه كوره وممثلين عليها طلاسم، وغير اجنده مليانه ارقام مشاهير. لقوا كمان مناديل ملوثه بحاجات مش هنقدر نقولها بتستخدم في السحر السفلي، وغير كميه كبيره من ازايز اللبن. كل ده ممكن نعتبره عادي، لكن اللي مش عادي ويخض هو ورقه لقوها مقفول عليها بقفل وعليها اسماء جن، وده ملوش غير معنى من اتنين. الاول ان دي طريقة الحسيني بيسخر بيها الجن، والتاني واللي ما يخطرش على بال اي حد واللي قالوا ناس بتفهم في السحر، ان الحسيني كان وصل لمستوى بيعمل سحر للجن ذات نفسهم مش للبني ادمين. يعني لما كان جن بيعصي اوامره كان بيعاقبه بالسحر. وده يخلينا نسأل سؤال مخيف في حد ذاته، امال مين اللي قتل الحسيني؟ الحقيقة في كلام كتير، منه انه مات وهو بيحاول يحضر جن اقوى منه، وناس تانية بتقول ان الشيطان نفسه هو اللي قتله، وفي ناس بتقول احنا ما نعرفش غير حاجة واحدة، ان الزعر اللي كان على وشه وهو بيموت هو الحاجة اللي استحقها راجل كفر بالله وعمل كل الشرور والموبقات دي. وبخلاف لغز موت الحسيني محدش عارف لحد دلوقتي ايه مدى تأثير العزيمة اللي قالها في الفيلم، خصوصا ان ناس بتقول انه برغم انه قالها بالطريقة الصحيحة لكن في طقوس معينة كان المفروض يعملها وما عملهاش. تفتكر عزيمة الحسيني هي السبب في اللي بيحصل لنا دلوقتي في حياتنا؟ انا شايف انك تقرأ المعوستين وتستنى الحلقة الجديدة من الله الخف.